الاهم اللي وحشنا. اللاعبين اللي لعبوا خلال هذا انا عايز اسمع الناس اللي وحشنا بصراحه. الناس اللي وحشنا وبقالنا كتير قوي ما سمعناش صوتهم، ولكن كان لهم دور اساسي وكان لهم دور كبير، خصوصا ان هم في المانيا بقى. خلينا نقول الو. الو كابتن اسلام. يا كابتن سعد، ازيك يا سعد؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ الف الف مبروك يا سعد، دور مهم ليك وواحد من كباتن الفرقه اللي موجودين وابن من ابناء النادي الاهلي، وفرحه كبيره جدا. انا عارف ان انت في المانيا، انا مش هطول عليك، ولكن يعني اولا انا حابب ان انا اجيبك عشان ابارك لك جدا جدا على هذا الموسم، على الرغم من الاصابات اللي كانت موجوده فيه، ولكن في بعض الاوقات الكثيره تحملت على نفسك انت واي لعيب الحقيقه في النادي الاهلي خلال هذه الفتره. فانا حابب ان انا احييكوا النهارده واقول لك الف الف مبروك يا سعد. الله يبارك في حضرتك كابتن، وبارك للكابتن بلال وكابتن شريف وكابتن حشيش ومنورين، والحمد لله يعني الف مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم. ودوري صعب بالنسبه لنا السنه دي، دوري مهم. جمهور النادي الاهلي يعني دي اقل حاجه وحاجه بسيطه نقدر نقدمها له السنه دي. وببارك للمجلس الاداره طبعا، كابتن الخطيب ومجلس الاداره كله، واللعيبه الرجاله اللي عملوا موسم السنه دي بصراحه. ميزه الموسم السنه ده كابتن اسلام في الروح، يعني هو ده شعار، هو الروح دي اهم حاجه، الاهم من الفنيات واهم من اي حاجه الروح. وتاريخ النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي وعلى مدار فترات النادي الاهلي، الاجيال اللي تبعتنا زي حضرتك وزي النجوم اللي عندك، اتحطت اساسات للنادي الاهلي يعني متوصله في الروح. فاحنا نمشي عليها ولازم نكمل عليها ولازم نبني عليها، فالحمد لله دي اهم ميزه السنه دي. يعني سعد، انت واحد من كباتن الفريق، لسه صغير يعني، ربنا يديك العمر وتفضل في الملاعب وقت طويل جدا، لكن واحد من كباتن الفريق واحد من ابناء النادي الاهلي، امور صعبه جدا عدت عليكم خلال هذه الفتره، وفي وقته كان صعب جدا، واصابه سعد سمير واصابه كذا لاعب في هذا المركز، اعتقد ان هي هل خليتك تبقى قلقان شويه سعد، ولا انت عارف ان لعيبه النادي الاهلي قادرين ان هم يلعبوا في هذا المكان؟ والله كابتن اسلام يعني هو الاصابات طبعا بتاعت ربنا، والواحد بيبقى زعلان، لكن هو بصراحه في حاجه انا بقولها دايما في النادي الاهلي. النادي الاهلي هتحط فيه اي حد هيمشي. اي حد هتحطه في النادي الاهلي هيمشي. في محمد هاني لعب سيرباك اعتقد لما انت اتصبت، صح؟ محمد هاني لعب سيرباك، هاني بشعره كده قاعد يهز في شعره ولعب سيرباك كان كويس جدا. النادي الاهلي يا كابتن اسلام، هو انا بقول دايما النادي الاهلي هو اللي بيجيب لاي حد يكون موجود، هو اللي بيجيب لاي حد يكون بيلعب في النادي الاهلي. ف طبعا بتبقى متضايق انت مصاب، وتبقى حاسس كان نفسك تكون موجود مع الفرقه، وكان نفسك زي ما حضرتك بتقول احنا في خمس لعيبه، احنا اهجم ناس في الفرقه، وبقالنا اقل واحد فينا بقاله 10 سنين في الدرجه الاولى، اللي هو يعني احنا اقل واحد اللي هو بقى له 10 سنين او 11 سنه. فطبعا بتبقى في عليك مسؤوليه كبيره طبعا، لكن زي ما بقول لحضرتك الرجاله اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده اسم النادي الاهلي لوحده بيقدر يضيف لاي حد، يعني يقدر يشيل مسؤوليه. سعد النهارده لما دخل الجون الاول ودخل الجون الثاني، اكيد كنت بتابع المباراه. طبعا. يعني فرحت ازاي؟ عملت ايه؟ بتفكر كمان في المباراه اللي جايه ازاي وانت بره؟ والله انا كابتن اسلام، انا ما بتفرجش على كوره كتير. الحاجه الوحيده اللي ممكن اتفرج عليها ماتشات النادي الاهلي. يعني الماتش الوحيد اللي ممكن اتفرج عليه لو انا مش بلعب هو النادي الاهلي. انا اكتشفت لما اتصبت السنه دي، اكتشفت ان انا يعني متعصب جدا يعني، وبنفعل وبعرف اخبط وبشتم زمايلي زي الناس العاديه يعني. فطبعا بقعد اقول الناس ليها حق تطلع عنينا واحنا بنلعب من حبها للنادي ومن خوفها على الفرقه. فطبعا بتبقى هتموت والفرقه تكسب، بتبقى قلبك مع كل كوره ومع كل هجمه لينا وكل هجمه علينا. فانا كنت قلقان كده من حضرتك عشان خاطر مهم وماتش يحسم الامور، واحنا كنادي اهلي ما تعودناش نفرط في الهدايا اللي بتجي لنا. انا قاعد بثبت ومتقاتل، هتصوت لي اي حاجه فيها بداية مش هسيبها. فهم النهارده كان كده انت رحت. طيب بتفكر اتفضل كمل. هو انت بس بتسرح شويه، وهو ده النادي الاهلي يعني، هو ده النادي الاهلي، هو ده الاسد دايما، هو يصطاد اي حاجه تعدي من قدامه. انا شايفك على تويتر اهو عمال ايه، انت وايفونا وكم حد كده عمالين تهزروا على تويتر، تمام يعني 100 100. فالحمد لله يعني بطوله مهمه ومكسب مهم، وزي ما قلت لحضرتك دي اقل حاجه تبقى الجمهور الاهلي. المباراه القادمه سعد، يعني دايما مباريات الاهلي والزمالك بتبقى مباريات خاصه جدا، وخصوصا لاولاد النادي تحديدا كمان، خلي بالك. فشايف المباراه اللي جايه ازاي؟
يعني النهارده هنحتفل طبعا وهنبقى مبسوطين وكذا 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 وكذا، لكن هنبتدي اكيد نركز من بعدين. وبعدين ده الدوري، ده الدوري السابع ليا، فالحق اشوف نفسي. السابع بس؟ السابع بس. ده انت قربت. عمالين ننفسن على عاشور. لا عاشور خلاص بقى، عاشور في المركز الثاني يعني، نادي الاهلي 41، عاشور في المركز الثاني 12 دوري، خلي بالك محدش هيعرف ولا صعب ولا ممكن. عاشور فاضل له كام بطوله كابتن ويبقى اللعيب رقم واحد في العالم. ثلاث بطولات اعتقد تقريبا. ان شاء الله الكاس والبطولات اللي بعدها وعاشور عشان يعادل الرقم ده ان شاء الله. ان شاء الله. بتفكروا ازاي في الماتش اللي جاي؟ انا عارف ان انت بره، ولكن دايما قلبك مع اللاعبين. لا بنتكلم يا كابتن يوميا، وقبل بنتكلم وبنقعد نتكلم مع اللعيبه وبننقل لهم الصوره، لان النادي الاهلي فيه ست لعيبه دلوقتي يعتبروا من اقدم الناس في النادي، بقى لهم زي ما قلت لحضرتك فتره كبيره. مظبوط. فالسته دول بيبقى عليهم دور كبير في الكلام ده، لان الفتره اللي فاتت بيجي لك لعيبه برده كتير من بره، فانت بتحاول تنقل لهم الصوره في اسرع وقت عشان خاطر اللعب في النادي الاهلي مش سهل خالص خالص يعني. ودايما الضغوط اللي على الفرقه واللي على اللعيبه واللي على النادي، احنا دايما بنقول لو انت مش قد الضغوط دي في النادي الاهلي يبقى قول ان انا مش هقدر، لان هو المكان كده، هو المكان بتاع ضغوط وبتاع تحمل مسؤوليه وبتاع اصرار وبتاع دايما رقم واحد، فهو انت مطالب بالكلام ده كله. تمام. لازم اللي جاي يبقى قد كده. فزي ما حضرتك بتقول الماتش اللي جاي ماتش مهم طبعا، لان انت في الاول وفي الاخر ده المنافس التقليدي بتاعك، وده المنافس بنفسك على البطولات، فانت زي ما احنا بنقول دي بطوله خاصه. مظبوط. احنا بنفرح بالدوري اليومين دول وبنستمتع بالبطوله المهمه اللي هي جت، كنت انت فين وبعيد والناس عماله تتريق والناس عماله تتكلم، وطبعا انتوا ما تعرفوش النادي الاهلي. يعني اكيد انتوا ما تعرفوش النادي الاهلي، اللي بيتكلم بالاسلوب ده انت ما تعرفش النادي الاهلي. برافو عليك. ما درستش تاريخه كويس، ما درستش عدد المواقف اللي الاهلي مر بيها ونجح ان هو يتغلب فيها كويس، فانت ما درستش الكلام ده كويس. فاحنا نتمنى ان انتوا تدرسوا الكلام ده كويس علشان خاطر تقدروا تعرفوا قيمه النادي الاهلي. فزي ما بقول لحضرتك ان شاء الله بطوله خاصه، وان شاء الله رجاله النادي الاهلي قادرين ان هم يخرجوا بالماتش بالمكسب ان شاء الله. سعد، مين اول حد انت كلمته بعد نهايه المباراه؟ والله احنا هنيته يعني حد، ما هو اللعيبه في الملعب، اللعيبه في الملعب على طول. لكن بصراحه انا يعني اكثر حاجه بسطتني ان مستر لاكارتي هو كلمني بصراحه بعد الماتش على طول، وهناني وبعت لي رساله عن طريق المدرب المساعد، فدي كانت اكثر حاجه بسطتني يعني بصراحه. مستر مارتن لاسارتي كانت اول حاجه عملها ان هو كلمك بعد المباراه. كلمني عن طريق المدرب اللي بعده وهناني، وقال لي انت من اسباب المكسب طبعا فكرك، وافتكر الناس المصابين، ودي لفته بصراحه طيبه منه ولفته مهمه معنويا بصراحه، بتفرق معانا كابتن اسلام انت عارف. طبعا ويحس باهتمام المدرب بيفرق معاه طبعا. يعني عموما سعد ان شاء الله ترجع بالسلامه امتى؟ يعني من المانيا الاول وبعدين تنزل الملعب امتى ان شاء الله؟ بعد بكره ان شاء الله، بعد بكره هرجع القاهره ان شاء الله، وهيبقى قدامنا ان شاء الله من حوالي 3 اسابيع ابقى في الملعب ان شاء الله. يعني ان شاء الله بدايه الموسم ان شاء الله، ان شاء الله يبقى سعد سمير موجود مع الفريق بشكل تام وكل حاجه سليمه ان شاء الله، يعني بعد 3 اسابيع مع بدايه الموسم يعني. ان شاء الله كابتن، ان شاء الله باذن الله. وببارك برضه للكابتن شريف كرامي عشان برضه كان مصاب معايا هنا، وكريم ندفد كان معايا، ومحمد محمود، يعني احنا جزء المصابين. ألف مبروك ليكوا، كان لكوا دور كبير جدا، ودايما ولاد النادي الأهلي دايما في ظهره ودايما واقفين معاه. ويعني أنا كنت قاصد إن أنا أكلم حد سواء أنت أو شريف من الناس اللي هي زي ما أنت قلت الخمسة ستة اللي هم بقى لهم أكتر من 10 15 سنة في النادي الأهلي، عشان برضو الحقيقة أنتوا تستحقوا الحقيقة كل التهنئة، لأن سنة كانت صعبة جدا 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 عليكم. فبشكرك يا سعد، وألف ألف مبروك، الفوز بالدوري رقم 7 بالنسبة لك، وإن شاء الله تبقى 12 و13 و14 و15 إن شاء الله. يا رب يا رب يا كابتن. ألف مبروك، وسلم لنا على شريف وعلى محمد محمود وعلى كريم وعلى كل المجموعة اللي معاك. ألف ألف شكر كابتن. شكرا جزيلا كابتن سعد سمير من ألمانيا الحقيقة، وده